تكريم الأم المثالية السيدة سهير علي عبد العزيز عبد الله أرملة الشهيد البطل الرقيب محمد نبيل محمد قطب. كل سنة وانت أمنا كلنا، كل سنة وانت معاك قلبنا، كل سنة وانت فوق نجمة في السماء، كل سنة وانت حبيبة ربنا. بلدنا تعيش في الجنة، عايش وبطولته ما تتنسيش. احنا ولاد كلنا، ده نور اسمه بدمه عشان بلدنا تعيش. كل سنة ليكي تحية مننا، كل سنة وانت رضاكي حلمنا. جاي نقولك يا أمي يا هديك ربنا، ارخص لك كل غالي حتى لو دمنا. مقدم عشان بلدنا تعيش. كل سنة وانتي أمنا. الريس طيب قوي، انا بتكلم بجد يعني من قلبي، ما اعرفش الكلام ده يتحسب صح ولا ما، يعني يقولوا في مذيع ما اعرفش، بس الريس طيب قلبه طيب باينه، يعني اكتر من مره بتلاحظ الطيبه بتاعته. يعني مثلا لو تفتكروا كده قادرون باختلاف، لازم تشوف معاملاته مع الولاد والبنات كانت عامله ازاي. يعني شوف احنا النهارده بنتكلم على حاجه حصلت من حوالي شهرين ثلاثه، بس هي ثابته في دماغي والله بكلمك بجد. يمكن حتى بعد ما الحلقه تخلص ارجعوا لليوم بتاع قادرون باختلاف ده وشوف الريس كان بيتعامل ازاي مع الولاد والبنات. فاكتر من حاجه كده بتلاقي فيه لقطات، اللي عاوز يشوفها هيشوفها، واللي مش عاوز يشوف ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبه وينوره له يعني. بس انا بكلمكم بجد، يعني الريس شبهنا كده، يعني تحس ان هو زينا، زي حالتنا، زي ابهاتنا وخلاننا وعمامنا زينا، واحد مننا يعني. لازم تاخد بالك، انا مش بقولك الكلام ده علشان مسألة بس ان هو خد الحاجة سهير من ايديها وكانت متسندة على دراعه لحد ما نزلت تحت وما الى ذلك، لا. وهو بيتكلم مع الحاجة سهير، ايوه شوف قبل دي كمان، هو بيتكلم مع الحاجة سهير ومبتسم وبيبص لها، وبعدين قالت له حاجة فشاور على عينه غالبا اللي هي من عيني، وبعد كده قاعد عمال يقول لها حاضر حاضر حاضر. وبعدين انا اظن ايضا انه معاها ابنها اظن يعني، فوقف اتكلم معاه، يعني في جملتين ثلاثة كده اتقالوا. فالمسألة مش التكريم البروتوكولي كما هو متعارف عليه، انه الحاجة تبقى موجودة فيتم تكريمها وتاخد الدرع بتاعها وتمام وناخد بعضنا ونرجع على مكاننا، لا مش كده. خد بالك حتى كمان الحاجة سوير وهي لسه بتقف بتاخد وقفتها فبترجع خطوة لورا، كانت يا حبيبتي ربنا يديها الصحة رب، كانت هتتكعبل. فالريس فورا راح مدد ايده علشان يسندها، يعني عينه عليها من البداية، خد بالك يعني هو طول الوقت عينه عليها. ف
انا بصراحه مبسوط، انا بتكلم بجد من قلبي يعني. يعني انا عندي تقدر تقول كده تسميها قلبك فرحان. انا شخص اظن واضح عليا يعني، انا ما بحبش التكلف، يعني ما بحبش الاطر الرسميه البروتوكوليه المعقده خالص يعني. يعني لدرجه ايه اقول لك، اما كنت ولا بلاش، خلينا في الموضوع بتاعنا. كنت اقول لكم على حاجه ما اظنش انه المهم. بص 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 البصه بقى بتاعت الرئيس وهو بيتكلم مع الحاجه سهير ازاي، والابتسام وقاعد عمال بيسمعها وبيرد وبياخد ويدي معاه، وبعدين بيتكلم اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انا بحاول اقرا بس يعني شفاف رئيس وهو بيتكلم. بص هيشاور دلوقتي على عينه، بص يعني هيشاور يقول لها عيني اهي، واخد بالك؟ ما انا بقول لك مش اطار التكريم العادي البروتوكولي، بيسال وعاوز يفهم ويعرف ويشوف محتاجه حاجه. بص اهي، وادي اللقطه بتاعته وهي يا حبيبتي ربنا يا رب يديها الصحه ويحميها دايما يعني، هتتكعبل. راح مدد ايده فورا، والدته يعني راح مدد ايده فورا، حاطط ايده ورا ظهرها سندها. ده معناه انه مش الرئيس واقف يعني، شوف، لكن كون ان هو يلحق الحاجة سهير كده، ده معناه ان هو طول الوقت عينه عليها من ساعة ما كانت بتقدم كده وطلعة تقف على خشبة المسرح للتكريم اهو. والله العظيم افندم ربنا يحفظك زي ما انت عاوز تفضل طول الوقت تحافظ على الناس. هو الحاجة سهير بتتسند على دراعه لحد ما هتنزل.